كل سنة بشهر رمضان يتسابقون مصممي الأزياء بتصميم العبايات والجلابيات لهذا الشهر الفضيل، وأكيد اليوم معنا مصممة الأزياء فاطمة الهاشمي راح تحكي لنا عن آخر التصميمات اللي راح نشوفكم إياها اليوم. مرحبا فاطمة، نورتي برنامج كهرمانة. أكيد تصاميمنا اليوم من فاطمة، والألوان والأقمشة جدا جميلة. حابة أحكي شنو الأشياء اللي اختاريتيها هذه السنة؟ السنة حيصادف يعني حيكون لهو شتاء لهو صيف، يعني حنكون داخلين على الصيف، فاختاريت ألوان تكون صيفية نوعا ما وسوادات أو ألوان صيفية بحتة. والأقمشة النوعين، يعني تكون إنه اللي ربيعية أوكي وللصيف. أكيد إحنا معانا الموديلز راح يلبسون تصاميم فاطمة وراح نشوف بالضبط الألوان. أول تصميم معانا اليوم، شوف إذا شوفين ألوانه مو صيفية، يعني ألوانه تفيد الربيع والهذا الصيف والشتاء والربيع، يعني خاصة الجو هنا مو كلش بارد. بالضبط إيه، فاختاريت هذه الألوان. طبعا هذه نوع من ديزاينها حتى حلو انه يرهم كفستان، يعني اكثر ممكن كعبايه اللي مثل ما نشوف السناره اللي كانها سناره في التصميم للليس اللي مستعملين. كلش حلو. حتى القماش، شنو نوعيه القماش المستخدمه بهذه الجلابيه؟ القماشات هذه تكون نوعا ما ثخينه اوكي. هذه القماشات طبيعيه، طبعا هنا استعملت القماش التفته المطبوع اوكي. وهنا حتى نستعمله مو بس برمضان، صحيح. الجلابيات والبشتات اللبس يعني ديون ديام، صحيح. ما نحصرها بموسم واحد او بشهر واحد، وخاصه هذا الديزاين فاطمه مثل ما ذكرت قلت لك انه كلش حلو، ولا عبالك انه كجلابيه تقدرين تستخدميه كجلابيه، وايضا نستخدمه بنفس الوقت. القماش اللي اختاريتيه قماش بارد، مثل ما ذكرنا احنا الجو هنا مو كلش يكون بارد، فحلو يراد القماش يكون يبرد. اللون الوان الصيف هذا 100%. هذه الجلابيه استعملنا بها قماش صيفي واللون صيفي بحت مثل ما تشوفين، استعملت هنا القماش الحريه اوكي، وشويه طبقه وتطريز على الكتف خلينا نعطي شويه روح اوكي. وهنا هذا الديزاين يناسب يعني من الشابات او للكبار، يعني للاكبر من العمر يكون كلش مرغوب. فاطمه يعني اذا هيجي ديزاين نقدر مثلا هم نضيف له حزام؟ طبعا شيء اكيد نقدر نضيف له حزام عليها اذا انه حابه انت، او اي اكسسواريز نقدر نضيف لها زايد. وشنو الاكثر الاقمشه اللي استخدمتيها هالكولكشن فاطمه؟ هسه طبعا راح تشوفين راح تلبسين موديلات اكثر من ديزاين واكثر من نوع قماش. انا من اول مقابله اذا تتذكرين اني احب ادمج اكثر من نوع قماش بكل قطعه اوكي. يعني اقمشه تكون مثلا التفته او التور او الحرير اكثر من نوع قماش ادمجه قطعه واحده. وهذا الشيء يميز الكولكشن مالتك فاطمه، لانه دائما يكون يعني كل ديزاينر عنده فد تاتش مالته بالضبط، فحتى نعرف بها. فانت صحيح عرفتي باكثر من قماش بنفس الموديل، نفس وهذا الشيء كلش حلو. حتى انت اللي لابسته واني اللي لابسته من احب هاي الالوان كلش حلو. مثلا الموديل اللي اني دي اشوفه لابسته انه مثلا رهمناه ويا جينز ويا جينز وتوب من جوا، تقدرون هيك تلبسوه باكثر من طريقه، حتى اذا فستان اسود يمكن نقدر يعني حتى لانه للصيف نقدر نضيف للزهري الفاتح او الفيروزي فستان حسب انه طويل او صحيح حسير. نقدر نضيف لها يكون انه صيفي. حلو، حتى احنا يمكن حتى اذا نريد نغير حزام من عندنا مو الا انه ممكن يكون من نفسه. واذا لاحظتي انه هذا يلبسه بايرتين، انه يا اخي يا اما جوا يا اما من برا حسب اللي انت تحبيه. كلش حلو، حتى واحد هيك يعني يقدر سبورت اي او يغير بالديزاين. واذا طلعي يكون مثلا اذا كنتي ويا بنطلون اسود او فستان اسود. فاطمه كم قطعه حضرتي او كم ديزاين موديل حضرتي هاي السنه؟ تقريبا 20 او 25 قطعه. كررتي بالقطع يعني اكثر من موديل؟ اكو قطع انه نزلت ليميت فنزلت اكثر من عندها، يعني اكثر من قطعه ولا راح انزل. واكو بها اكثر من قطعه واكثر من طبعا هالسنه فاطمه كلش موده الريش. كلش هنا حبيت استعمل مو ريش الساده، اذا تلاحظي كله ريش ملون ويا الفراشات. والقماش اصلا اذا تنتبهي له القماش اصلا هو منبت بنفس الالوان، صح؟ يعني موديل كلش حلو وغريب. يمكن اتخيل الناس الجريئه حتحب تلبس هذا الديزاين، كلش حلو صراحه. أنا يعني أعشق الألوان وحبيت إنه مرمرية شوية فراشة ويا شيء، يعني ديزاينات جدا مختلفة. هذا للناس اللي تحب اللون الأسود وما تتجرأ تلبس الألوان، صح.
اوكي كسرنا القاعده شويه دخلنا لهم الوان ويا الاسود. صحيح، ومثل ما ذكرنا هذه السنه كلش دارج مودة الريش. الريش بس انت دخلتيه بطريقه حلوه بالوان متعدده. استعملت الريش العادي، يعني اكو ديزاينات استعملت بها الريش العادي. أوكي. وديزاينات لا استعملت هذا الريش، او اكو ديزاين ثاني اكو الريش تبع الطاووس. اوكي حلو. اللي حبيت بالكولكشن مالتش فاطمة انه مو بس مستخدمة الاقمشة مختلفة، لا مستخدمة اكسسوارات وريش وشغلات غريبة، لانه احنا خلف الكواليس شفت الديزاينات اللي سويتيها، وواحدة من الديزاينات ستنحش على الاكسسوارات. لا تلاحظي هنا استعملنا الشيفون قماش الشيفون. انا احب دائما تكون القلابياتي انه التاتش مالتي احبها تكون مو تيبيكال القلابيه. هنا مثلا لا هي قلابيه لا هي فستان. اوكي تقدر تستفاد منها اكثر من طريقه، صح؟ مع سليبر او مع مثلا هاي هيلز انه تتغير. حبيت اللي مستخدمتها هذه كنا موجوده ببغداد الودع نسميها، بس على اذا تشوفيها ملونه كلش حلو. الفكره جدا حلوه مواطبه انه اي الالوان للصيف، الالوان صراحه تجنن. تعلمين عليها لونها ابيض، صح؟ اذا تشوفيها ملونه هسه نازله كل الاكسسوارات بالالوان على مود الصيف، فحبيت انه ادخلهم. وحلو هذه حتى اذا واحد يريد شيء مريح يلبسوه على سنيكرز، هم حيطلع كلش حلو كاجوال. وحبيت كلش حبيت الالوان، يعني القماش جدا بارد. وعلى الالوان ايضا هذا نفس الاكسسوار بس بطريقه مختلفه مخليه الديزاين. هنا استعملت نوعين قماش اللي هي التفتة والتور. كلش حلو، كلش حلو وغريب. ومثل ما قلتي انه الاقمشه اللي مستخدمتها الوانها وموديلاتها غريبه صراحه، تختلف عن كثير الديزاينات اللي متعودين عليها او متعودين انه نلبسها برمضان. حبيتها انه مثل ما قلتي فاطمه انه من غير فساتين على ديزاين عبايات. احنا مثل ما يعني يمكن حلو تلبسيها اكثر من طريقه، يمكن بعض الناس تشتريها تقول لك يمكن سعرها يكون شويه مبالغ به او سعرها غالي حلبسها مره واحده. لا بس الديزاينات اللي سويتيها انه تقدرين تلبسيها باكثر من طريقه، باكثر من طريقه وباكثر من مرات، تستفادي منها ايضا باكثر من طريقه. فلهذا انا احب دائما ما اعتمد على نوعيه قماش واحده، اكيد وتكون انه الاشياء غريبه، بحيث انه لحد الان مثلا اكو كم شخص من يلبس قلابياتي او فساتيني انه من غير ما يشوف اللوجو يعرف هذه مال فاطمه. صحيح، من انه طريقه القماش. صحيح. فاطمه شنو الاشياء الجديده اللي استخدمتيها بالكولكشن مالتج؟ بالكولكشن الجديد استعملت الزناجيل السلاسل. اوكي اوكي دخلتها مع نوعين قماش. هنا اذا تشوفين الموديل لابس القلابيه اللي هي قلابيه اللي هي فستان او كانه عبايه بشت اللي بيها الكيب، همينه كلش حلو. تشوفين دخلت معاها السلاسل، انطاها شكل حلو. صح وغريب ومبين ديزاين فرعوني كانه اكثر، فحبيت كلش حلو. هيك نوع حتى البنيه اللي عندها مهر خطوبه كلش حلو انه تختار هيك قطعه. الكيب دائما ينطي اناقه فاطمه، واللون الازرق يعني. صح. هي الالوان هو اللون الملكي انطاها جماليه، فحبيت ادخل اني الزناجيل بيها. كلش حلو، كلش حلو. اكيد فاطمه همنا نعرف اللي مصمم من يصمم في قطعه تكون اكو وحده عزيزه على قلبه. شنو اكثر قطعه من الكولكشن اللي حبيتيه؟ اكو اكثر طبعا شيء اكيد اكثر من قطعه، يعني انا كل قطعه اسوي ما اسويها اذا انا ما اكون حابتها او عجبتني. اوكي بس شيء اكيد اكو قطعه يعني او كم قطعه مميزه. مثلا هذه القطعه لان انا كلش احب البومه. صح، وين الناس تكرهها؟ لا بس يجيب الحال وما يحبوها، بس انا اتفائل بها، انا كلش احبها، كلش حلو هالديزاين. هذه القطعه عندي انا كلش عزيزه، كلش احبها، كلش حلو. وحبيت انه شلون سويتي الشولدرز بطريقه انه ما تضايق البنت من تلبسها، انه حبيتها كلش تاتش على الجسم. استعملت اللاستيك كلش حلو حتى يكون مرن انه من تتحرك، لان صوره عامه من تكون انه اوف شولدر. صح، تكون ان الحركه شويه صعبه، تعرفين هذا مو فستان هذه قلابيه. صح. فانه تتحرك او هذه فيعادلها انه شيء انه سهل. كلش حلو. طبعا هيك نوع همينا حلو تلبسون على تشوكر من الاكسسوارات اكيد برمضان، فديزاين جدا حلو. والبومه مثل ما قلنا انه تجيب الحظ.
إن شاء الله. إن شاء الله يكون. وكلش سعيدة فاطمة، الكولكشن جدا رائع وكلش حلو وموفقة به، ودائما تبدعين سنة عن سنة، وأكيد لنا استضافة إلك في كولكشن جديد. حبيبتي نورتينا.